عزيزي المتنزه، حرصا من حرس الحدود على سلامتك، تم تخصيص أبراج على امتداد منطقة السباحة في الشاطئ. يقوم على المراقبة من خلالها رجال متمرسون ومتخصصون في إنقاذ المتنزه عند الحاجة، فضلا عن دوريات البحث والإنقاذ الساحلية والمتجولة عبر الشاطئ، حرصا على سلامتكم والمجهزة بأحدث التقنيات والتجهيزات اللازمة لذلك. رجال حرس الحدود في خدمتكم. عزيزي المتنزه، لا تسبح نحو غريق لإنقاذه ما لم تكن متدرباً على عملية الإنقاذ جيداً، واطلب المساعدة من أفراد حرس الحدود فوراً. رجال حرس الحدود في خدمتكم. وجود العلم الأحمر على الشاطئ يعني ارتفاع الأمواج وخطورة السباحة في الموقع. رجال حرس الحدود في خدمتكم.